الفنان إيهاب توفيق من الفنانين اللي فضلوا انهم يبعدوا عن مجال التمثيل، رغم انه كتير من نجوم جيله ومطربين اقتحبوا السينما والدراما وحققوا نجاح كبير جدا، لكن يا ترى ايه السبب اللي منع إيهاب توفيق من اقتحام عالم التمثيل؟ ده اللي هنعرفه حالا من خلال لقائنا معاه. الفترة اللي اتعرض عليا فيها حاجات كانت قوية جدا وممكن تكون نسب النجاح فيها تكون عالية، انا كنت بخاف. وكنت مشغول بالغنى وبالسفر وبالحفلات وما كانش عندي وقت خالص ان انا ممكن افكر في الموضوع بتاع التمثيل. كنت شايف ان هو ممكن يعني لو ما كانش مظبوط او لو ما كانش بالدرجه القويه زي ما انا في نفس المستوى في الطرب وفي الغناء، كنت حاسس ان هو هياخد من الرصيد بتاعي عند إيهاب توفيق معروف بصداقاته الكبيرة في الوسط الفني من بين أصدقائه الفنان حميد الشاعري، يا ترى إيه تفاصيل صداقتهم؟ تعالوا نعرف منه حالاً. أول ما تقابلت مع حميد كان هو غاوي مقالب على فكرة، هو وبقية المجموعة اللي كانت معاه، الفرقة والمؤلفين والشعراء والفرقة الموسيقية اللي كانت معاه ومجموعة العمل اللي كانت بتبقى موجودة معاه دايماً وبعض الأصدقاء. أنا كنت رايح عندهم في المكان اللي كان بيتعمل فيه البروفات ولقاء معاهم لأول مرة، رايح مع مدير الإنتاج في شركة الإنتاج اللي تعاقدت معاها، ورايحين عشان يعني أتقابل مع حميد ويسمع صوتي ونتعرف ببعض وكده يعني. فقاعدين أكتر من 20 شخص مثلا كلهم في غرفة واحدة زي ما احنا قاعدين كده، وبعدين اتعرفنا ببعض وهزرنا وضحكنا واتكلمنا وبتاع. وبعدين أول كانوا متفقين مع بعض عليا، اول ما ابتديت اغني اول كلمه كلهم راحوا قايمين وسابوا الاوضه ومشوا.